طيب الاهلي بيستعد النهارده التمرين قبل الاخير في القاهره لمباراه الاسماعيلي، هيتمرن النهارده وهيتمرن بكره ويسافر كمان ان شاء الله تعالى للاسكندريه للمبيت فيها استعدادا لمباراه الاسماعيلي يوم الاربع باذن الله تعالى، وهيفضل غالبا موجود في الاسماعيليه في الاسكندريه استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري اللي هتبقى يوم السبت ان شاء الله. ده جانب من التمرينة بتاعة النهاردة اللي الحقيقة مستر كولر فضل انه الكل يتمرن دون راحة حتى للناس اللي شاركت في مباراة امبارح. عمرو السلية لاعب الوسط الدولي المصاب بدأ الجري حوالين الملعب، والدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي قال ان السلية بينفذ برنامج التأهيل بانتظام شديد سواء في الفقرات اللي بيأديها في الجيم او في الملعب، وتمهيدا لعودته تدريجيا للتدريبات الجماعية وصل الفريق تدريباته النهاردة. الحقيقة دي يمكن مستر كولر للعيبة، لأنه كمان يا باشمهندس كولر امبارح بعد المباراة في المؤتمر الصحفي شدد على مسألة إن اللعيبة محتاجة تستعيد التركيز وإن اللياقة الذهنية في الفترة دي من الموسم مسألة مهمة قوي. يا ما قلنا الكلام ده. قلنا الفكرة مش إرهاق بدني وبس. أنت تنوع المباريات والسفر الكتير وتتالي المباريات بيخلي غصب عنك إنك أنت تركيزك لا يمكن يبقى على نفس الوتيرة. وهنا ده بيأيد الكلام اللي أنا كنت بقوله في الإنترو بقى. إن يا جماعة هيحصل هذا الكلام، لأن محدش بيقدر يلعب كل ثلاث أيام ماتش، كل ثلاث أيام ماتش بالطريقة دي المستمرة. فإقباله بعد هذا الأمر، الحمد لله إن مسيرتنا كانت ناجحة إنها تخليك تستحمل ده. تقدر تتحمله، ربنا عدي ماتش الإسماعيلي على خير، وبإذن الله يعني الأمور عندما تحسم الاهلي هيبقى عنده اريحيه بقى يريح العناصر اللي هو عايز يريحها، يقدر يجرب، يقدر يشوف الناشئين، يقدر يغير في طرق اللعب بحيث انه يعمل ادوار لبعض اللعيبه. النهارده لعيبه يعني انا بشوف اكرم ابتدى ينزل اهو الحمد لله، اكرم توفيق وكريم فؤاد وكريم بيوصلوا برنامج تهيئة لو لحقوا فتره الاعداد ان شاء الله، فتره الاعداد هيبقى حاجه جميله. عايزين يا جماعة نقف مع فرقتنا ونقف مع لاعبتنا، وسيبكم من كلام الاستعجال والهرتلة اللي كل ماتش يغير المزاج بتاعنا، وسيبكم من أي حد بيقول حاجة تاني. وعلى فكرة أنتم ما كنتوش هتبقوا زعلانين على الأهلي قوي إلا لو كان الأهلي ده حاجة بيقدم لكم حاجة حلوة قوي، فأنتم مش عايزين تشوفوه غير حاجة حلوة قوي، وكلنا نقول يا رب يظل الأهلي على هذا النمط اللي بيسعد جماهيره يا رب.